مساء الخير. لا حاجة لتقديمه، بدأ قلمه يغزون في أوائل الثمانينات، رسم لنفسه خطا خاصا، أحب الوطن على طريقته، وآمن بأفراد أيضا على طريقته. متكلم بليغ، يعرف كيف يخطب أين محل، جريء، شجاع، دائم الأناقة، مميز التسريحة. حياته سلسلة تجارب فيها الأحزان والأفراح. يبتسم غالبا، لكنه يخفي وراء هذه الابتسامة وجعا عميقا. يهوى الشهرة والأضواء والتصفيق، يحيط به الكثيرون، لكن أصدقائه قلائل جدا. يخرج الليل من قلب النهار ليجلس معنا على طاولة مرايا، حاملا معه أخبار وتفاصيل، ذكريات ووقائع وأحلام. جبران تويني، مساء الخير. مساء الخير. ليلي مش أول مرة بتطل معنا بمرايا، وليلة أيضا مش أول مقابلة إعلامية تلفزيونية مكتوبة أو إذاعية بتظهر من خلالها. اسم جبران تويني هو اسم مألوف عند الجميع، لكن بالوقت يلي الكل بيعتقدوا إنهم بيعرفوك، هني فعليا بيجهلوا جبران تويني صاحب الأوجه العديدة. خلينا ناخذ هيك الليلة. هذه شغلة سلبية ريكاردو. هذه؟ ما في أوجه عديدة، لا. في؟ لا، في وجه واحد. بدنا نشوف الليلة. تفضل. هذا هو هدفنا آخر الحلقة. أكيد. خلينا نحن وياك نتعرف ونغوص أكثر بشخص جبران، جبران الإنسان، جبران الصحافي، الثائر، المشاغب، المشاكس، جبران القريب والبعيد، جبران القوي والضعيف، جبران الابن، الأب، الصديق، المدير، وأخيرا وليس أخيرا جبران النجم. جبران تويني المتعدد الألقاب والصفات، برأيك أنت أي لقب هو الأحب إليك؟ أي لقب هو الأقرب إليك؟ وأي صفة لبستك أكثر من غيرها وإجت على قياسك؟ يعني أنا صحافي، وبعتبر أنه إذا بتقول لقب، مع أنه صحافي مش لقب، أنا بعتبر حالي صحافي أولا وأخيرا، وبعتبر أني بوقت الحاضر يعني عم حاول أكون صحافي ناجح أو صحافي بمعنى الكلمة، لأنه بالبلد هيدا يلي يعني حريات مش عنوان الأداء تبع الحكم فيه، ممارسة العمل الصحفي شغلة صعبة شوي، والأصعب هو أنه نحن نضلنا نقدر نكسب احترام المواطن والقارئ، لأنه بتعرف أنه الصحافي هو أمام محكمة القارئ كل يوم وكل لحظة، والقارئ اللبناني هو قارئ ذكي، وما فيك تسمح نفسك انه ما تقول له على الاقل اللي هو بيعرفه، اذا مش اكثر بكثير من اللي هو بيعرفه وريد يعرفه. واظن انت بتعرف يعني شخصيا شو صار بعده مقابلات، والمقابله التلفزيونيه بتعنيك وبتعني جوني عبدو صديقنا السفير جوني عبدو، وتعاطي الحكم معه. بقى بعتبر انا انه انا صحافي، وان شاء الله اكون يعني صحافي اقدر عم بعطي شيء اللي ريد يسمعه مني او يقرا القارئ كل يوم. قلت قبل شوي انك عم تحاول تكون صحافي ناجح. نعم. برايك شو هي مقومات النجاح عند الصحافه؟ انا بعتبر انه اولا الصحافي الناجح لازم يقول انه هو مش ناجح. لانه النجاح هو بالصحافه وبمهنتنا بالذات هي محاوله اذا بدك دائمه لحتى تطور مهنتك، لحتى تقدر انت تخترع وسائل جديدة لحتى توصل الخبر او تحل الخبر للقارئ. الصحافي من مهنة جامدة. الصحافي الناجح هو اولا صحافي يلي بيكسب ثقة القارئ. هيدا شغلة كتير مهمة، اهم شيء مصداقيتك، واهم شيء الثقة اللي عنده اياها القارئ او المواطن تجاهك انت بالذات. هالثقة كيف تخلق؟ تخلق بعلاقة، بتعرف بيصير في علاقة بينك وبين القارئ، علاقة حقيقية، بيصير هو داخل حياتك، بيصير يتعاطى في شؤونك، بيصير بحاسبك، بيصير بينطرك، بيصير بيزعل منك، بيصير بيرضى عليك، بيصير بيحرد، في علاقة حقيقية بتم بين الصحافي وبين القارئ. هذه شغلة أساسية، ما فيك أنت تكون بوادي والقارئ بوادي. كم نوع قارئ فيه؟ في طبعا في قارئ مجتهد، في قارئ أقل اجتهاد، في القارئ يعني بيعرف يقرأ الخبر مثل ما هو. ما فيك تقول كم نوع قارئ فيه، لأنه حتى كل قارئ يقرأك بطريقة مختلفة حسب الإطار والجو اللي هو فيه.
يعني يمكن أنت اليوم تكتب مقال أو موضوع والقارئ اللي كان بالأسبوع الماضي عم يقراك وهو مرتاح يمكن على البحر، هالأسبوع عم يقراك وهو رايح على شغله على الطريق عجل السير معبق، يمكن عم يقراك وبيته في عنده مشكل، يمكن عم يقراك هو مسافر. إذن الإطار والجو اللي هو فيه بيأثر كمان على هذا القارئ بالذات. إذن هون عم بقول لك إنه علاقتك مع القارئ هي علاقة بدك توزنها على طول. صحيح إنه بدك تجرب تتصور كيف تكون ردة فعله بدون ما تغير موقفك تجاهه. يعني أهم شيء نحن كمهنة كصحفيين إنه نقدر نوصل الرسالة. هلا هالرسالة كيف بتغلفها، كيف تعلبها، كيف تعمل لها إخراج معين لحتى يتقبلها القارئ، هيدا عملية بتدرسها كل يوم حسب الأجواء البلد، حسب القارئ أنت عم تتوجه له، وحسب الظرف بالذات. بعد خبرتك بمجال الصحافة برأيك كيف بينظر الناس أو كيف بينظر القراء لألك لشخصك ولألمك؟ ما بعرف كاردو، بعرف أنا كيف رأيي تكون تجاه قرائي. هلا كيف ينظروا بتعرف أنه في ناس بكل صراحة ممكن أنه تعتبر أنه بيكتبوا جبران توين بيكتبوا أنا هو الشيء اللي هني ريدين يقولوه أو بيقولوه كل يوم بمحيطهم. في ناس لا بيعتبروا أنه جبران تويني هو إنسان يعني ياريت ما بيكتب ومتطرف ومجنون ومخرج يكون صحافي. في ناس لا علاقة لهم، ما فيك ترضي كل الناس ماكي، بس أهم شيء أنه تقدر ترضي ضميرك. يعني إذا أنت ما قادر ترضي كل الناس على الأقل ترضي ضميرك لحتى تكون محترم نفسك أولا لحتى الناس تحترمك. وهالشي حصل معك؟ هالشي أنا محاولة يومية. إيه أنا عطول بجرب أنا وعم بكتب أو أنا وعم بمارس مهنتي أنه أرضي ضميري، وعطول بجرب وبضلني بحاول أنه هيك قوم بك إذا بدك بجرب شوف شو ممكن يكون ردة فعل الناس تجاه اللي عم بقوله. ومرض بسأل نفسي أنه يا باطب هل أنا عم بكتبه غلط أو مزبوط؟ هل إلي حق مرات تكون هيك متطرف بين مزدوجين أو أنا غلطان مثل ما البعض بيقول لي؟ بتعرف مش هيني، يعني بتصير قاعد بينك وبين نفسك وكتير أوقات بتصير عم تراجع ضميرك وتراجع ذاتك وتراجع أفكارك لحتى تشوف إذا إيه أم لا المهنة عم تمارسها كما يجب أن تمارسها، خصوصا لما واحد يكون حامل اسم ويكون مسؤول عن اسم معين، وخصوصا لما يكون واحد يعني بيو غسان تويني. أنا حامل اسم جبران تويني اللي جدي واللي معرفته واللي بعتبر أنه مشاني هو شغل هيك بتضل عم تراقبني من بعيد وبضلني بتسأل أنه يا ترى لو هو موجود هون هل كان بيرتاح لجبران الحفيد أو لا؟ هل بيعتبر أنه أنا عم دافع مزبوط عن اسمه أو لا؟ ونفس الوقت في غسان تويني اللي هو عملاق بالصحافة وبالسياسة أيضا واللي يمكن بدي مليون سنة بوصل له، شفت كيف؟ بكل صراحة والتواضع بقى هاي الشغلة، هيدي الأزبدك اللي بتخليك كمان أنت تصير يعني عم تحاول على طول ترجع تعيد النظر بتصرفاتك وإنه كيفك تتعاطى مع القارئ. موفق دايما وإن شاء الله على طول الميزان يكون لصالحك. جبران تويني طبعا تالواحد يقدر يفهمك أكثر لابد أن نفتح النوافذ على الماضي وعلى المراحل اللي اجتزتها ونشوف شو طبعت هالمراحل بشخصيتك وبالتالي كيف تفعلت معها. بالبداية عودي إلى الأشرفية يلي شهدت ولادتك وطفولتك ونشأتك. جبران أنت خلقت بعائلة وتربيت على أو تحت ظل والدين مميزين، بيك مناضل ومدافع عن القيم والمبادئ وأمك مناضلة بشفافيتها. سؤال كلاسيكي لكن لابد من طرحه مثل ما قلت نفهمك أكثر، جبران تويني على شو وعي؟ شو شاف؟ واعي على بيت صحافي، واعي على بيت سياسي وعشقة الناس، واعي على عدة مشاكل كان يعيشها من خلال إذا بدك وضع قائم بعائلة عم بتعايش المشاكل، إن كانت مشاكل على مستوى البلد إن كانت مشاكل على مستوى المهنة، تعرف إنه مهنتنا منا مهنة سهلة، أو إن كانت مشاكل على مستوى خاص ضمن العائلة. أكيد لما يكون في مشاكل بتصير أوقات الفرح إذا بدك مهمة جدا، لأنه ما بتعود أوقات عادية أو طبيعية، بتصير أوقات مميزة. بس جبران تويني واعي كمان إذا بدك على بيت أساسه المحبة بالعلاقة
بين بين بعضنا البعض بين بين افراد العائله. وشغلي اكثر من اساسيه بعتبرها وهذه انا اليوم عم بتساعدني كثير يلي هي الايمان. الايمان بربنا. وبقول لك يعني انه الوالده والوالد مؤمنين، ما فرضوا علي ان انا اكون مؤمن ولكن يمكن تركوا لي حريتي. بس بعد انه الجو اللي كان بالبيت سمح لي اكتشف او اقتنع اكثر باكثر انه لا، الايمان شغلي مهم كثير وهي الشفافيه الحقيقيه. كيف يعني كانت حياتكم العائليه؟ تعرف حياتنا العائليه يعني امك نادي حمادي على اي اساس ربتك بيك؟ هل اعطاك رعايه؟ هل لا وقت يهتم فيك ينتبه لك؟ ليك بقدر انه عمل اللي قادر يعمل حتى يعطينا الوقت اللازم بالرغم من المهنه اللي هو عم يمارسها. وما لي حق انا اليوم لوم بي اذا اعطاني الوقت اللازم او ما اعطاني الوقت اللازم. انا بعرف كمان قديش مقصر تجاه اولادي بسبب المهنه. انت صحفي بتعرف، كثير من الصحفيين بيعرف تماما انه هيدي المهنه يعني هي مشكلتها الاساسيه، انه حياتك العائليه بالنهايه بتضعضع من خلال هذه المهنه بالذات. طيب دائما حاولت اذا بدك الفراغ اللي تركه والدك نعم او الحرمان او هالوقت اللي ما قدر اعطاك اياه، لما حاولت تعوض عنه مع بناتك؟ يمكن عم بحاول او حاولت بس اكيد مقصر. عم بقول لك هيدي مهنه ما لها وقت ريكاردو. هيدي مهنه بده يمارسها بده يعرف انه في اي لحظه في عنده عائلته بالبيت وفي عائله اخرى هي جريدته. وبده يعمل عائله كمان نفس الشيء، بده يعرف انه في عنده اولاد. تماما. بس الانسان بالحياه لما يختار مهنه بده يختارها بمصاعبها، وبده يعرف تماما انه هذه المهنه بتؤدي لهذا النوع من النمط في الحياه. شوف كيف؟ بس بيقدر يوفق بين اثنين. بحاول يوفق بين اثنين، يعني بقدر انه الوالد حاول يوفق بين اثنين ونجح يوفق بين اثنين. بقدر انا انه اللي علمني بيي قدرت نوعا ما استفدت منه. ومثل ما ربينا، مثل ما ربى خيي الله يرحمه، مثل ما ربى اختي الله يرحمها. بقدر انه ربينا على اساس وقيم كثير مهمه. يعني انت على صورته عم تتمثل فيه. انا على صورته، بتمنى اكون على صورته. شو كيف سهل كثير واحد يكون على صورته؟ كبي بتمنى حتى كبي يكون على صورته. انتبه، يعني بتمنى اكون على صورته كبي، بتمنى اكون على صورته باخلاق. على طول صوره البي هي صوره الاساس. طيب لمين كنت اقرب، لبيك او لامك؟ اكيد انه الوالده كانت هي اقرب لنا بالبيت لانه كانت معنا بالبيت. بطبعك مين بتشبه اكثر؟ ما بعرف، ما في اقول لك. انا في اقول لك مين بشبه اكثر. شفت كيف؟ بس وما في اقول لك مين بحب اكثر. يعني هذا السؤال كلاسيكي، مين بتحب اكثر؟ ما لا لا اطرحه عليك. لانه الواحد يعني في 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 انواع مختلفه بالتعاطي والعلاقه بين اشخاص. ما فيك تحب شخص مثل الثاني، ان كان بي او ام. امي بحبها بطريقه كنت ويمكن باحترامها بطريقه، بي بحبه بطريقه اخرى وعلاقتي معه مختلفه تماما. هذا لا يعني انه واحد بحبه اكثر من الثاني او انه واحد كان والله يهتم فيه اكثر من الثاني. هذه امور اليوم صرت بفهمها اكثر واكثر. يعني جبران، اول صدمه بحياتك كان طبعا وفاه اختك. نعم. نيلة، وكان عمرها 8 سنوات. نعم. هالكارثه اللي وقعت عليكم على البيت، كنت انت طفل، يمكن بتتذكرها اليوم بشكل مبهم او بشكل غير واضح لكنك بتذكرها. كيف كان وقع عليك؟ شو هي الاسئله اللي انت بلشت تطرحها على نفسك وعلى الناس اللي حواليك؟ وبالتالي الموت شو سرق منك؟ يعني الموت على طول بيسرق منك ريكاردو. يا بتكون مؤمن مثل ما قلت لك وبتحاول انه تتخطى الصعاب وتخلق لنفسك نوع من هيك مش مبررات او اعذار. بس اول شغله قالوا لي اياها انه سافرت. هذا الشغله الكلاسيكي بيقول كل شخص بيقوله لشخص ثاني لما يكون بعمر معين. يعني تاني شيء لما كنت اسالها بعدين قالوا لي خلص انه طلعت عند يسوع. ويمكن هون بصير الطفل بيجرب يخلق هيك علاقه بينه وبين ربه وبينه وبين ديانته، وبيجرب يفتش عن الاوقات الضايعه او يفتش عن الاشخاص اللي منهم موجودين من خلال هذا الايمان وهذا الحوار اللي بيربيه وبينما بينه وبين ربه. واصعب امور ما فيك توصفها. والاصعب مش علي، الاصعب بيكون اكيد يعني على الام. صح. والاصعب على البي. شفت كيف؟ اكثر مما يكون اصعب اذا بدك على خي صغير ما قدر عايش اخته. بس يمكن البي والام بيقدروا يعبروا
عن احاسيسه، لكن طفل بيكون مكبوت ما بيعرف كيف بده يفرجي او يظهر. صح، يمكن يمكن وحزنة. يمكن بس اللي في لك يمكن انه اليوم بحس اكثر بهذا الفراغ، لانه هذا الفراغ اصبح اليوم بعتبره انه نوعا ما في حاجه، كان انه مثلا يكون عندي اخت اكثر مما كنت صغير، اللي يمكن ما كنت بعدني واعي او فهمان تماما شو معنى واحد يكون عنده اخت. طيب دائما نتيجه الموت بتكون كآبه وحزن وتعاسه بالقلوب وبنفوس وبجو البيت. طبعا بطبيعه الحال هالشيء انعكس على بيتكم بشكل درامي. والدتك انتقلت الى عالم الشعر والكتابه لتعبر عن احاسيسها، وبيك يمكن كب على شغله اكثر، صار يشتغل اكثر ويعطي ساعات من العمل اكثر من قبل، وبقي جبران وحيد مستوحد ويمكن مهمل. هالصوره قديش بعدها راسخه بذهنك لليوم؟ لا ما بعتبر هيك، بعتبر انه الحزن اكيد الحزن دخل البيت، بس لا الاهل عرفوا خلقوا جو بالبيت يعوض عن الشيء هذا. امي ايه كبت على الشعر، تبت انه من خلال الشعر فيها تعبر عن مشاعرها وفيها تحاول ترجع تلاقي ذاتها، ويمكن تلاقي نيلة الله يرحمها اختي. بين كبع الشغل إيه، لانه هي انسان صلب وقوي وانسان مثل ما قلت لك مؤمن، واعتبر انه هذه مشيئة الله وهذه مشيئة ربنا. ونفس الشيء بعدين ما بقيت واحد، بعدين اجى مكرم هيك يلي رجع دخل اذا بدك البهجه للبيت عند الوالده وعند والد. طيب جبران رح انتقل او رح نكمل المشوار ورح نوصل الى ايام الدراسه. من الملاحظ انك غيرت كثير مدارس، ليش؟ لا غيرت حلك كم مدرسه يعني. اولا ما لا بقول لك انه الاي سي قبل الاي سي كنت بعمل كولج اي سي، اولا ليسي اي سي ملسار في لك متلتي يعني نقلت، لانه مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج شحط شحط. بالليسي مذكر انه المعلمه اجت مره قالت لامي ريحانه، قالت لها ما في يهوي انا بالصف يعني ما في ساعه اثنين الصف يعني. بقى رحنا على الاي سي، على اساس كانت اي سي اكثر هيك منفتحه اكثر بعقل امريكاني والقصه كلها. ايد الاي سي مضبوط، ايد الاي سي يعني يمكن للبكالوريا صف السكوند، وبالاي سي تركت الاي سي لانه كمان انشحطنا مرة ثانية انشحطنا، لانه صار في بعدين نذكر يومتها كانت مبلشة المعارك بين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، وكان 73 و 74 73 74 وكنا ناقلين جديد على المشرف، واحتلينا المدرسة وسكرت مدرسة الجامعتين، وفي مدير من مدراء المدارس طار الدين وتلميذ وقام معطر كارثة يعني. صار في اذا بدك هل كان بلشي يعني تتحرك الامور على الارض مع الطلاب، واجتمع مجلس تأديبي بالمدرسة وطلبوا من 10 طلاب انه يسمحوا ويتركوا المدرسة. تركنا احنا على مرسال المنصات بالحقيقة يعني مدرسة كتير منيحة يمكن كتير مهمة، بس إنه ما كنت كتير أنا عقلي يركب عقل أخوارني في جاي من الآي سي ومشاغب وهيكي منصات متحفظة وهالنوع هيدا. بس الشيء اللي صار واستفادوا منه يومتها بالمنصات هو إنه أول مظاهرة يمكن كبيرة نزلت على الطريق كانت يومتها بال 75 لما صارت أول مشاكل بين الجيش والفلسطينية بعد ما تم معروف سعد. ومذكر انه مع انه كنا علقانين مع الاداره جماعه الاي سي يعني اللي اجوا جديد على المنصات مع الاساتذه، طلبوا منا انه اذا فينا نساعدهم بتنظيم المظاهره اللي تتعلق انه نزلت يومتها كل المدارس والجامعات بهالمظاهره الكبيره انطلقنا من الاي اس جي وقتها. بقى طلبوا منا بصفتنا اختصاصيين بالاي سي بهالامور هذه انه ننظم المظاهره، ونزلنا المظاهره. بعد المظاهره شوف كيف استفادوا منا وقالوا لنا انه هلا ماشي حالها يعني فينا نستغني عن خدماتكم كمان. بس هوني بس قدمت بكالوريا بعدين بلد ممثل ومشي الحال. ايه مشي الحال. جبران انت من القلائل يلي قدوا خدمة العلم بإرادتهم. نعم. ومن الخبرية اللي نكشتنيها عنك انك من هذا من ايام انت وظاهر من السكنة او هربية من السكنة ما بعرف لتلاقي حبيبتك هنالك رصاصة من احد القناصين يلي اصابتك. هذا صنف فيلم مكسيكي يا ريكاردو، مش هيك الحقيقة ابدا. لا خبرنا. مزبوط انا دخلت الخدمة العسكرية واخترت انه ادخل الخدمة العسكرية، ونقيت يمكن يومتها السكنة، نقيت هاي السكنة هونيكي لانه اعتبرتها انه حبيت الحبيبة البنت اللي كنت اقدر معها وقت المدرسة.
بس طلعت السكن الايطالي الوحيد ببيروت واسوأ سكن ما حدا بيهرب منه ابدا يعني سكن مضاد الطائرات الكتيب الاولى. الشيء اللي بدي اقول لك اياه والاساس من وصل لاسطر الرصاصه انه بعبر من اهم مراحل حياتي هي الجنديه. بعبر انه كثير امور كما اقول لك 80% من نمط حياتي ونمط نظرتي للحياه تغيرت لما فت انا على الجيش عملت خدمه عسكريه خصوصا عملتها بالحرب مش ايام الجماعتين كانوا يعملوها. واذا بدك انه تعيش بغرفه فيها 60 شخص مع ناس من كل الطبقات من كل الطوائف تتحمل معهم التعتير تخدم تصير مثلك مثل غيرك انحاصرنا اكثر من مره تقوص علينا اكثر من مره هاي الامور كثير اثرت انا بعد برفي وبعد انه تاثر بكل انسان. يعني دخلت شيء وظهرت شيء تاني. هلا ظهرت بالنهاية على المستشفى لأنه تقوصت يوم انقلاب الأحدب ب 12 أدار. برصاصة طايشي؟ لا بالناس. كنت يوم تبلش القنص وبلشوا يقوصوا على العسكر كانوا يعني بتعرف على طول العسكر في لبنان مستهدف من وين قبل الميليشيات ومن قبل الغرباء هيكي. بقى كانوا يومتا الله يجزاهم الخير فلسطينية عم بيقنصوا على الجيش اللبناني كالمعتاد. كانوا أصحابك وقتها؟ لا لا يعني أنا مع القضية الفلسطينية في فلسطين بس ضد وجود فلسطيني ضد الوجود الفلسطيني في لبنان للآخر وضد كل الأعمال اللي قاموا فيها الفلسطينيين في لبنان. بس بهذيك الفترة كنت يساري النزعة تبي كنت عم دافع عن وجود الفلسطيني تبي لا غلطان هيتو أرشيفك مقصر معك الأكيب مقصر معك بشغلك ريكاردو. بعبر انه اليسار واليمين مش ندخل فيها هيدي كل شاب بحياته بيمر بمرحله بيعبر نفسه صار يساري لانه رفضوي وثوروي. وفي لك لليوم يمكن انا الشخص اللي بتاثر فيه واللي بحبه وصوره بمكتبي وبيتي بقوتي وين ما كان هو تشي جيفارا. شوف كيف؟ طيب لانه بعد من الثوره هي شغله اساسيه بالحياه وبعد من الثوره شغله هيك شفافه وطاهره ومجنونه وانا بعبر نفسي انه هيك. هلا كنت يساري حسب شو يسار شو اليمين بس اللي بدي اقول لك اياه حول قضيه فلسطينيه نعم بعد انا قضيه فلسطينيه قضيه حق وقضيه محقه وحق انه الفلسطينيين يكون عندهم وطن وارض ولبل بعتبرها هذه شغله مقدسه هيك بس مش على حساب بس غيرهم. مش مقدسه على حساب لبنان انا ضد كل الاعمال اللي قاموا فيها الفلسطينيين بلبنان ضد الحواجز كانوا ينصبوها على مداخل مخيمات وفي بنيان دوله بتضم الدوله ضد انه والله تحرير فلسطين يبدا بجوني هيك ضد انه والله اي لبناني يوقفوا مش بس فلسطيني يوقفوا فلسطيني وسوري واسرائيلي وكردي وايراني وبدك ايه هذا بلدي مش بلد الغير ونحن بنقرر معزيننا شو بيعملوا مش اللي بيقرروا عنا شو بيعملوا هذا فرق كبير في نعم. طيب جبران تويني ب 76 تقريبا بقى بس الرصاصه طوست بركبتي ركبتك نعم الحمد لله على السلامه. شو صار بالحبيبه؟ الحبيبة تجوزت وعندها أولاد والأبوية أظن بعد الحادثة انتقلت إلى باريس إلى العاصمة الفرنسية انتقلت مع عمك بعد الحادثة انخطفت خطفت؟ نعم خبرنا مين خطفت؟ في قبرك ما كل هالناس ماشي هالخبريات هذه خبريات كل الناس وهالخبريات اللي تعرضوا عليها تعرضوا لها كل الناس بلبنان ويمكن نحن يمكن أنا ويمكن الناس مع أقل من غيرنا هاي خبرية الحرب وهي خبرية ويوميات من خطفك؟ خبرية ويوميات كتيب خطفت كتيب على دي شوية خطفوني 24 ساعة 24 ساعة نعم طيب يدلو كيف كانت الأجواء؟ أجواء؟ تحكي بأجواء خطف قبل يوم احنا الأقواف بعد القصة تركت لبنان انتقلت إلى باريس مع أمك ومع خيك هنالك دخلت جامعة أساس لدراسة الحقوق لكن بعد سنة تركت سنتين بعد سنتين نعم. تركت المحاماة وانتقلت إلى عالم الصحافة ودرست صحافة نعم. في جامعة خاصة بباريس ليش هالنقلة؟ لأنه اعتبرت نفسي أنه أنا بدي أعمل صحافة وإذا عم بدرس حقوق بس ليكون عندي نوع المعلومات العامة أفضل أدرس صحافة وأدرس علاقات دولية وعلاقات دولية العلاقة أكثر بي إذا بدك نوع من المهنة اللي أنا بدي مرسها أكثر كثير من الحقوق. هل بتأمن بالإرث الصحافي؟ هل بآمن بال إرث الصحافي؟ الإرث بالحياة تبع الإنسان شغلة موجودة ومش موجودة ما فيك تجبر واحد يعمل شغلة مش حابب يعملها. هلأ وضع البيت إذا بدك ممكن يساعدك إنه تعمل خيارك
بطريقة أفضل إيه؟ يعني يمكن تحب أو ما تحب أبدا مهنتك أكثر إيه؟ بس ما في والله لأنه واحد بيو صحفي هو أوتوماتيكيا مسي صحفي أو إذا بيو سياسي أوتوماتيكيا مسي سياسي، هذا لا، هذا شيء أنا ما بأمل فيه، مش مزبوط. بهالحقبة، بحقبة الحرب، أصدرت النهار مجلة النهار العربي والدولي. نعم. وما كانت وقتها مجلة ولا ويكالي، كان بين اثنين بعدها. لا، كان جريدة أسبوعية. والنهار أصدرتها لأنه يومتها صار في خطر على الصحافة في لبنان كما في كل وقت. يومتها دخلوا السوريين ما بين جريدة النهار بسنة 77 واحتلوها وسكروها لمدة أسبوعين. على لذلك نحن اعتبرنا أنه كان ضروري الاستمرار في الرسالة، ننقل فرنسا ونصدر من هناك أسبوعية لحتى نشوف أنه هالأسبوعية هل منحولها ليومية من الخارج بالمنفى أو بترجع النهار يوميا من سحب السوريين مبنى النهار بحرروه هيك يعني بيفلوا منه ونرجع نحن نبلش بجريدة النهار. هون دخلت أنت مطرك الصحافي. هذا صار اللي صار أنه فلوا السوريين، بقيت النهار على بدولك أسبوعية. أنا بلشت فيها، كنت يوم تهتم بالاشتراكات وبعدين بالمطابع ببريز بقسم الصف تركيب، بعدين بالإدارة شوي، بعدين بلشت عن مقابلات وطورات مستديرة. بعدين بتسعة وسبعين كان في قرار زوجت، وكان في قرار أصلا قبل ما أتزوج إنه هل منسكر النهار على الدول أو مكفيها. وهون حصل الخيار أصبحت مجلة. قعدت مع الوالد قلت له لا أنا بدي أسلمها، بدي اعمل لنا مجله. وبعدين مذكر دائما قلنا شو لنا علاقه بالمجلات، نحن في غير مجلات لاصحابنا مثل الحوادث لسليم الدوزي الله يرحمه اللي هو استاذنا كلنا صحافي. وبلع القصه قلت له انا ما بدي بلش شيء مش ماشي، يمكن بلشنا بالنهار على الدول اذا بدك. وكنت ببريز اول كذا شهر وبعدين نقلت لبيروت لانه اعتبرت انه لا معركتي في لبنان. طيب جبران، بشهر ايلول 79 زوجت. نعم. بشهر 90 79 صدر اول عدد من المجله. نعم. هل كانت المجله هديه العرس؟ إذا بدك هدية عرس، لا مين بده يهدي مين؟ كانت مجلة صدفة، بس صدفة حلوة. شفت كيف؟ باعتبارها كانت صدفة حلوة. الهدية الحقيقية اللي هدوني شباب النهار على الدول للعرس كان العدد صفر. العدد صفر طلع وسلموني يوم عرسي. بعدين قلت لك أول بتشرين وبعدين نقلنا على لبنان. جبران، العودة إلى بيروت، حروب الثمانينات، تغيير العهود، محطات بارزة بحياتك رح نتطرق لها ورح نتوقف معها بعد الفاصل الإعلاني. أصدقائي المشاهدين، بعدكم مع برنامج مرايا بحلقة مع الأستاذ جبران تويني من تبع بعد الوقفة، خليكم معنا. عودة إلى حلقة مرايا لليلة مع الأستاذ جبران تويني، مساء الخير مرة تانية. جبران، دائما الأمور معك خرجة على المألوف. بالثمانينات كان بلبنان حرب أو حروب، كان في دمار، كان في قصف، كان في نيران، والناس كانوا عم بيهاجروا وعم يتركوا. انت على العكس تركت العاصمة الفرنسية ورجعت الى بيروت مع عائلتك وسكنت بيت مري. وهون اذا بدك بدأ احتكاكك بالواقع اللبناني عن قرب وعن كثب. عودتك الى لبنان تزامنت مع الشيح الاسرائيلي مع انتخاب بشير الجميل. اسرائيلي 82. اجا بعد سنة او سنتين. سنتين. يعني بالمرحلة مرحلة الثمانينات. انتخاب بشير الجميل. نعم. حرب الجبل. نعم. كصحافي وكرئيس تحرير مجلة، كيف تفاعلت مع هالأحداث هيدي وخاصة مع حرب الجبل طالما أنت بتنتمي إلى الجبل من أمك؟ أنت نعم. نصفك درزي. مزبوط. أولا عودي على بيروت وللبنان مهم كتير لأنه بعتبر أنه أي إنسان بده يدافع عن قضية أو بده يدعي أنه هو عم بيعايش موضوع معين وعم بينظر فيه بين مزدوجين، هالإنسان مطلوب إذا بيحترم القارئ تبعه إنه يكون قاعد معه إلى جانبه، عم بحس اللي عم بحسه هذا القارئ وهذا المواطن، وعم بيعيش هذه اللحظات اللي عم بعيشها. دون أن ننسى إن أنا لبناني وبعتبر إنه لبنان كان عم بيمر وما زال بمرحلة تاريخية وعم بعيش. أنا بعتذر بس لح وقفك هوني سؤال صغير. قراء النهار العربي والدولي كيف كانوا موزعين على الأقطار العربية؟ كان في ضياع بالهوية تبع النهار العربي والدولي بالأول، يعني ما كنا عارفين إذا كانت عربية ما يسمى بنراب أو لبنانية. لا، لما رجعت على لبنان أخذت خيار واضح، النهار العربي والدولي مجلة لبنانية، دورة لبناني أولا، هدف لبنان، قضية لبنان. يعني أنت رجعت لبيروت؟ نعم. من أجل؟ أكيد تحويل هذه المجلة مجلة لبنانية، اختراق الجمهور اللبناني أو القراء اللبنانية. أكيد.
بقى اذا بدك بقدر اذا انه لما انت بدك تحكي مع قارئك وتحاوره بده القارئ يحترمك يقول لك طب تعقب معي تعال شوف شو عم بيصير ما تنظر من برا هي الواحد ينظر من فنجان قهوه على الفوكتس هناك بالفوكتس عن لبنان وحرب لبنان ويعطيك دروس بالوطنيه ويقول لك انتم خربتوا البلد ولما تخلص القصه بنرجع وفهم كيف يعني القادر كان على الاحسن يكون موجود معنا هون مع اللبنانيين اذا هيك كانت مرحله مهمه كثير خصوصا انه فريق عمل النهار على الدولي كان فريق عمل شباب ما كان في صحفيين محترفين كان في شباب أنس الحاج ما كان معكم كان الأستاذ أنس الحاج رئيس الدائري ترك بعدين راح أبرز لياس بس الفريق العمل الحقيقي كان شباب والنهار عربية الدولي كبرت إذا بدك مع الشباب والشباب كبروا مع النهار عربية الدولي أنسي أستاذ أنس الحاج رئيس حي النهار اليوم هو الوحيد اللي كان من اللي بيسمون في جارد اللي كان لأنه مقتنع بالنهار عربية الدولي بصميمه اللبناني إذا بدك أنس الحاج كان مقتنع أنه هذه المجلة لازم تلعب دور وإلى مكان ولازم تكون موجودة على الأرض وهذه الشغلة أكيد ساعدت كتير يعني طيب حرب الجبل كيف تفاعلت معه؟ هلا قبل حرب الجبل كان عندك الاجتياح الإسرائيلي وكان عندك بشير أولاً بالحرب كون أكيد أنه نهار عربي الدولي البعض كان يعتبر فريق كانت فريق ضد الغرباء أنا بالنهار على الدولي ريكاردو كنت صحافي من بين صحفيين بيمثلوا كل الطيارات في لبنان وكل الطوائف في لبنان وكان حر كل صحفي في النهار على الدولي ينتمي لعائلة النهار على الدولي إنه يكتب بده إياه برجع بقول وبقولها بكل صراحة يعني لا بتقولها وبتشوف في ناس موجودين إنه هذا مشنوء مستشار رئيس حرير اليوم كان بالنهار على الدولي ومعروف كان يومتها سياسته اللي ما كانت مثل سياستي بس كان يكتب بده إياه ودي حلو يلي بقولة ومش مستحي أو مسوري ويلي اليوم هو بالشام مسؤول عن مكتب IFP كان يكتب بدو إيه ما بحياتي سمحت نفسي أو سمحنا لحدا إنه يجي يقول لواحد منهم لا بتكتب هيك وبتكتب هيك وهلو مجر عبد الهادي محفوظ هشام قاسم نوفل ضو نبيل براكس كله هذا كان نهار على الدولي إذا بدك بس معه يكون في مجلة ما في خطوط عريضة في خط عريض واحد خط عريض واحد تكتب بدك إيه طالما أنت عم تدافع عن فكرة لبنانية أو عن طرح لبناني أو عن وجهة نظرك بس ممنوع شغلي أساسي ممنوع هو التعاطي أو الدفاع عن أي غريب إن كان غريب عربي أو غريب نهاية أجنبي على حساب السياسة اللبنانية أو أي لبناني كان يعني ممنوع أنه أنت تبدي الفلسطيني على اللبناني ممنوع تبدي السوري على اللبناني بسياسته على حساب لبنان ممنوع تبدي الإسرائيلي ولذلك نحن كنا نسميه اجتياح إسرائيلي كنا نعتبره عدو إسرائيلي وزلنا نعتبره عدو إسرائيلي لليوم بالنهار كمان هذه كانت سياسة النهار على الدولة هي سياسة النهار ما هيك طيب البعض كان يعتبرنا مجنين متطرفين نعم بحبنا لبنان متطرفين نعم ضد بعض التصرفات اللي كان يقوموا فيها أو أكثرية التصرفات يقوموا فيها الفلسطينيين كنا متطرفين ضد التصرفات السورية لما كان سوريا فريق في الحرب اللبنانية كنا ضد أكيد كنا ضد أي غريب ضد الاجتياح الإسرائيلي اللي ما زال اليوم محتل للجنوب هاي الأمور ما بيستحي فيها وما حدا منا كان يستحي فيها وما كان لسه نحكيها ولذلك النهار العربي الدولي إذا بدها لذلك النهار العربي الدولي كانت هدف أساسي عن كل السياسيين وعن كل القوى الموجودة على الأرض في لبنان ومحتل لبنان. طيب جبران من حرب الجبل اللي علي حمادي كان من العرب الدولي أنا نصي درزي وعلي حمادي خالي ومروان حمادي خالي ونادية حمادي تويني أمي وحرق بقلبي كانت حرب الجبل وحسيت مثل الواحد عم بيجي يقصوا اثنين شفت كيف بس حرب الجبل أنا عارف تماما أنه كان فخ إسرائيلي هيكي وهذا الفخ الإسرائيلي نجروا عليه بعض اللبنانيين البعض عايش هذه الحرب كردة فعل البعض الآخر مارس هذه الحرب من خلال هذا الفخ إلى جانب الفلسطينيين ما حدا ينسى أنه بحمدون دبحوا أول ناس كانوا فلسطينيين ماكي وبعض اللبنانيين كانوا معتبرين حالهم أنه هم لأنه من تبعين لليسار من القوميين السوريين أول ناس تدبحوا بيوتهم أنا حرب الجبل ما فيي بس شوف مثل البعض بيقول إيه بس حق على هيدا لأنه طلعوا لعند هيدا أنا كمان بشوف نتيجة إنه نتيجة تهجرت ناس مرجت على بيوتها اليوم وأنا إذا ما حكيت هذا الكلام أنا بكون صادق مع نفسي إذا ما حكيت هذا الكلام والله لحتى أرضي نصف الدرزي لا نصف الدرزي ما بيسمح لي أكذب أنا على نفسي لأنه بالنهاية نصف الدرزي أنا مش هيك معلمني كان شفت كيف في واقع صار في أمور حصل بدك تحكيها مثل ما هي هذا دورنا
هلا مش موافق معي موضوع اخر بالتحليل بتغلط موضوع اخر، بس في وقائع صار في اخطاء من عند الكل، بس في طرف دفع ثمن اكثر بكثير من الكل. طيب وما زال اليوم عم يدفعه. من يساري الى مؤيد لبشير الجميل، نعم. في فرق كثير كبير. نعم. كيف قدرت؟ ليش بشير عن عقيده بشير جميل ما كان عنده افكار ثورويه قد تعتبر يساريه؟ هل الوقوف الى جانب الفقير افكار يساريه فقط؟ هل الانسان انه يطالب بضمانات اجتماعيه للمواطنين هي افكار يساريه فقط؟ هل الانسان يحلم بثوره لحتى بلده يقوم ويصير حر وسيد ومستقل والشباب كلهم دور وكلمه ويصير بلد مثل ما نحن بنحلم وهذه افكار يساريه فقط؟ انا ما بدخل بقصه اليسار واليمين. طيب بس كل مؤيدي التيار اليساري كانوا ضد بشير الجميل. مش هيك صحيح ابدا، انا بعتبر انه بشير كان يساري اكثر من اكثر بكثير من يساريي الصالونات ماكي يلي هيك منهم هودي بيعملوا حالهم هيك انه البعض. طيب اعضاء الحركه الوطنيه وبشير الجميل هيك كانوا على اتفاق؟ اعضاء الحركه الوطنيه محترمين عندهم رايهم السياسي، وبشير الجميل عنده رايه السياسي. هذا لبنان مش لبشير الجميل بس او لاعضاء الحركه الوطنيه بس. هذا لبنان بالنهايه، هالحرب اللي عشناها لانه كان علينا ان نعيش هذه الحرب. بس كان التيار اليساري نعم ممثل باعضاء الحركه الوطنيه. نعم. غلطان او لا؟ لا مش غلطان، بس انه ما كان في شيء اسمه يسار مزبوط. يعني انا بعتبر انه وليد جنبلاط يعني ما انه كثير قريب من اليسار، ما هيك؟ وليد جنبلاط يعتبر من العيال اللي الاقطاعيه الموجوده بالجبل اللي تعطي ايضا هيك اقطاعي بين مزدوجين، يعني ما هيك؟ انه وليد جنبلاط مش ابن شخص بلش شغله بالمعامل وبالمصانع وبالارض، مش مزبوط؟ صح. جبران. وكل جماعه اليسار هيك يعني كمان، وكل جماعه اليمين غير هيك كمان، هذا يسار ويمين ضرب مفهوم الحرب. طيب رح نصيغ السؤال بطريقه ثانيه، جبران خلال مشوارك بنلاحظ انك تقلبت كثير كثير. نعم. انك تحلفت كثير كثير، يعني من مؤيد للرئيس بشير جميل لمؤيد للرئيس امين جميل لمؤيد لدكتور سمير جعجع. كان في الحبايا سمير جعجع، محفظة الألقاب طبعا، ميشيل عون. هالتقلبات كلياتهم كيف قدرت تواكبتهم؟ هل عندك قدرة؟ أنا أولا ريكاردو مني حزبي. أنا إنسان حر، صحفي حر. بس عندك مبادئ. قلت كصحفي حر عنده مبادئ وقناعات، أنا بتابع قناعاتي وبتحالف أو بكتب عن أو بأيد أو بصير خصم لأشخاص بعتبر أنا أنه يا ماشي بقناعات أنا ماشي فيها يا خالفت قناعات أنا ماشي فيها. أنا ما بعتبر حالي أنه إذا واحد غلط لازم ضلني أنا دافع عنه للآخر. لكنك تكيفت مع كل العهود. خليني كفي لك، أنا ما تكيف مع كل العهود، أنا مني سياسي أنا صحفي. طيب بكتاباتي دفعت عن عدة أشخاص كانوا موجودين بعهود مختلفة. بشير جميل بعتبره كان ضرورة لبنان. بشير جميل شاب لبناني بطل ماكي. بشير جميل شو من قال عنه؟ أخطأ؟ أكيد أخطأ، بس بشير جميل كان يتعلم من أخطائه، كان يتطور وكان عنده حلم اللي هو حلمنا كلنا. بشير جميل فاق مثلنا كلنا، معنا سلاح من إيدينا ما عارفين شو عم بيصير، بس أسطورة بشير. شئت أم أبيت أسطورة، ما بتحب موضوع آخر. أمين أسطورة جميل. عظيم. وتكفي عن بشير. بشير جميل انتخب واتهم إنه كان تقسيمي، وإذا هو مات يمكن استشهد بشير جميل، بينما كثير من اللي وراء قتله واللي قتلوه عم بيسرح عمره حولهم بالدولة. بشير مات لل 10,450 كيلو مربع وتضلهم راسهم مرفوع. قال لا للكل، حتى اللي اتهم انه جابوه للاسرائيلي لباقين بالذات. طيب تحكي عن امين جميل، امين جميل مش على طول النهار على الدولة كانت مؤيدته، كانت تأيده او تختلف معه حسب سياسه واداء السياسي. ما في شيء اسمه بمطلق انت مع شخص. بس النهار الأمين جميل اعتبرتنا انه كانت يومتها بلشت اذا بتتذكر مفاوضات بكفية مع السوريين، واعتبرنا انه صار في بازار ما كتير نظيف كنا ضده. طيب اللي حبايقة كان قائد قوات لبنانيين وإلي كان صديق، اختلفت معي حبايقة نهار صار اتفاق سوريسي وهو بيعرفها، لان انا كنت ضد الاتفاق السوريسي، لان انا كنت بعتبر انه الاتفاق السوريسي بيعطي امتيازات لسوريا في لبنان انا بعتبر انه بتنال من كرامه لبنان ومن سياده لبنان ومن سياده لبنان، وبتجعل من لبنان انه خلص يعني ما عاد له وجود، صار دوله تابعه. ولذلك ما كان انا تجاه نفسي وتجاه قرائي اللي بيعرفوا انا شو ممكن دافع عن شغلي انا ماني مآمن فيها. طيب سمير جعجع
نعم كنا مع الانتفاضة يومتها صارت انصارت على اتفاق ثلاثي كان عم بيسلم لبنان لسوريا بإطاره يومتها عظيم وقفنا كنا سوا كنا صف واحد بهذه المناطق لأنه كنا عم نعتبر وبعدنا عم نقول ونحن بأنه لبنان لازم يكون حر مش مطالبين نحن بتحرير الشام نحن مطالبين بأنه نحن نحترم ويعترف بنا كدولة مستقلة فهيكي وسيدي بتقعد على طاولة مثل الدولة الثانية بتتعاطى بتفاوض في دور لسوريا بالمنطقة أكيد في دور للبنان بالمنطقة أكيد طيب ليش هديتوا بعدين؟ بحل لك ليش اختلفنا بعدين مش نحن اختلفنا مع سمير جعجع بعدين سوء الحظ يمكن ما هيك اللي اختلف معك سمير جعجع مش اختلف معي انا ماشي يعني معكم سمير جعجع ومش معنا سمير جعجع اللي اختلف هو مع قسم كبير من الناس لانه يومتها كان في طرح اخر كطرح اتفاق الثلاثي واللي كان الانسان بده يختار هل انت مع او ضد واللي كان اتفاق الطائف ما هيك وحصل اللي حصل لما كان في رئيس عون ضد اتفاق الطائف وسمير اختار الطائف ما هيك سمير اختار الطائف كثير من اللي اختاروا الطائف يومتها رجعوا عن الطائف منهم بيير حلو رئيس الرابطة المارونية اليوم بيقول لك انه نعم ظننا يومتها انه الطائف مزبوط واز بلفي كانت الطائف مش مشكلة ما جينا نحاسب اليوم الناس يعني ما عاد عندنا وقت بقى كثير نحاسب الناس اذا بدك لانه يعني ما عاد باقي شيء بقى من البلد طيب اذا اختلفنا اذا بكل صراحة بقول لك مش انا اللي غيرت أنا بقيت ماشي على خط واحد وبعتبر إنه قناعاتي هي اللي نصت عليها هذا الخط واحد. طيب معقول كده الناس تغير وأنت ما تغيرت؟ ليه بدي أتغير؟ بده شعبك تغير؟ طيب ليش الناس هول بالتحديد تغيروا؟ شعبك تغير؟ طيب ليش الناس تغيروا بالتحديد؟ ما بعرف تسألهم لأنهم الناس تسأل السياسيين. طيب هني ليش تحالفوا معك؟ تسأل السياسيين هل آمنوا فيك؟ هل اتفقوا معك؟ أنا ماني مصلحة أنا ماني أنا ماني سياسي ما بيآمنوا فيي. أنا وسيلة إعلامية. والوسيلة الإعلامية هي أداة أساسية في حياة كل سياسي هو بحاجة إلى الوسيلة الإعلامية أكثر من الوسيلة الإعلامية بحاجة إلى السياسي هذا الفرق الكبير بين السياسي والإعلامي عظيم؟ طيب الإعلام يعتبر أنه لما هذه القضية يجب أن يدافع عنها وهذا الشخص يجب أن يدافع عنه الإعلام بيدافع عنه مع أنه بيعطي كمان وجهة نظر إذا مش النهار اللي غيرت أو النهار على الدول أو جبران تويني الصحافي اللي غير وسأل الناس من الناس ما غيرت الناس كمان اليوم الناس بعدها على نفس الموقف حول المبادئ ما بقول لك بالسياسات الصغيرة تغير بس المبادئ الأساسية هيدي حرب اللي خضناها نحن اليوم حرب مصير وما زلنا عم نخوضها اليوم بأيام السلب ما فيك تلعب انت بمصير وطن هيك بأنه تغير خياراتك ماكي ونهار تكون هون ونهار تكون هون الحرب اللي حصلت بين الولايات اللبنانية والجيش اللبناني بقيادة الرئيس ميشيل عون دفعت ثمنه الجيش اللبناني بقيادة الرئيس ميشيل عون أو الحرب ما فهمت سؤالك مزبوط الحرب اللي حصلت بين الجيش اللبناني بقيادة العماد ميشيل عون والقوات اللبنانية في شيء غلط؟ لا مزبوط دفعت ثمنه مجلة النهار العربي والدولي إذ تم إغلاقها وتوقف صدورها نحن نعرف طبعا أنه المواقف السياسية بحياة كل إنسان بتكلفه كتير غالي وانت كلفتك مجلتك جبران تويني بهالمرحلة انتقل من جديد العاصمة الفرنسية سكن هونيك بالتسعين انتقلت طبعا بالتسعين مش بسبب الحرب انتقلت انا بالتسعين على فرنسا ريكاردو بسبب دخول قوة سورية ب 13-20 المناطق الشرقية المناطق الشرعية اللبنانية يومتها واستلام الحكم الحالي زين هي نتيجة حرب الإلغاء واغتيال مش حرب الإلغاء الحرب اللي حصلت واغتيال داني شمعون طيب انتقلت لباريس نعم بعد سنة تقريبا رجعت ما انتقلت برغبة لباريس رجعت بعد سنة تقريبا لا مش سنة ثلاث سنين ثلاث سنوات حاولوا بعد المقربين والأقرباء يعملوا واسطة يمكن لترجع كيف رجعت؟ لا بدون أي ضمانات رجعت على لبنان؟ نعم ريكاردو بمهنتنا اللي بده يبلش يمد دينته ويطلب إذن بيضل موطى رقبته إيه طيب جبران رجعت إلى لبنان بعد ست سنوات بباريس بدون أي ضمانات؟ أنا رجعت بعد ثلاث سنوات من باريس إلى لبنان وأنا بقول لك يا أنا ما دخلت بأي مفاوضة لبل صار مفاوضات قبل ما هيك لحتى نرجع ما تاخذني ونخوض انتخابات نيابيه لما بلشوا يعينوا النواب ويعملوا البزارات هذه كلها سوا ايه طيب وبقول لك انه كثير من الناس كان نحن معتبرينهم هيك رسميين شفنا انه كيف برموا لانه ممكن هذا هدفهم كان المراكز السياسيه رجعت قلت لك بالحياه انسان بده يعرف يتحمل مسؤوليته انا الخيار اللي كنت ماشي فيه يومتها خسر هذه المعركه بالذات بتضب اغراضك بتفل طب ما عودتك لهم بتضب اغراضك بتفل تترك لغيرك الفرصه ينجح اذا نجح تقدم له الطاعه اذا فشل ترجع تقول له طيب انت فشلت تعال نرجع عن جديد نشوف مين معه حق او مين ممكن ينجح بهذه المعركه بين زوجين مش عسكريه بس سياسيه اكثر طيب
والأهم من كل شيء لما تفل ريكاردو تحاول ترى تعمل قراءة لما حصل وتتعلم من أخطاء بكون ارتكبتها. ما حدا ما ارتكب أخطاء لحدا ترجع وتصحح. إذا بدك أنا بقول لك ما رجعت على لبنان وما دخلت بأي بازار مفاوضاتي مع حدا، لا مع الحكم في لبنان ولا مع السوريين ولا مع حدا. ما حدا أمانك الحماية. أنا رجعت ريكاردو لأنه فكرنا مع الوالد أنه حان وقت نرجع نسلم كلنا سوا كعائلة النهار من جديد لنطورها ماكي بعيدة 60، أنه في خيار بدنا نتخذه مش بس كجبران تويني، كل العائلة نحن كلنا معنيين جريت النهار، ولاد العم ومومتي وبيي، وكلنا رجعنا يومتها وأخذنا قرار نرجع. بهالأمور تاخذ قرار تركب طيارة وترجع. طيب رجعت بس ليش ما رجعت أصدرت النهار العربي والدولي واستعدت عنا بنهار الشباب؟ لأنه ما استبدلت شيء، لأنه رجعت أنا لهدف معين. ما رجعت أفتح نهار العربي والدولي ريكاردو. نهار العربي والدولي كانت مجلة موجودة لعبت دورة بزمانها بفترتها سكروها بالقوة، مش يعني مش نهار رئيس مجلة سكرت لأنه أفلست. يعني انتهى دورة برأيك؟ مش انتهى دورة، ما دخل انتهى دورة، سكرت. عظيم. نرجع نفتحها. في غير شيء أهم، في النهار الأم اللي هي الأساس. طب هالنهار الأم إذا ما كانت هي رجعت أنت أحييتها ورجعت طورتها. يعني أنا نحن منطور اللي الصحيفة تصدر في الحرب بدها بس تصدر ولو 10 صفحات أو 12 صفحة إلى صحافة أيام السلم ماكي اللي هي تختلف تماما وبدها تتعاطى مع القراءة بطريقة مختلفة تماما. رجعنا على النهار تنرجع نتعاقد يعني بسن 60 إذا بدك بيروح واحد تقاعد ماكي. نحن هنا لا، بالسنة 60 النهار بتتعاقد من جديد مع قراءة، يعني مع قراءة جديد أيضا. مش إنه بس النهار هي الشغلة هيك اللي بتخوف. طيب شو دورك بالنهار؟ أنا بالنهار وقت حاضر مدير عام. يعني هل بتساهم برسم خطوط السياسية للمجلة أو سياسة يعني المجلة؟ رسم جديد سياسة النهار. سياسة النهار ريكاردو، النهار أنا عائلة كبيرة، يعني هاي الألقاب حتى كلها سوا اللي عم لك يا مدير عام أو مش مدير عام مش هي وتخولك أنت تتبنيك هالعائلة هيدي أو ترفضك. ممارستك، علاقتك، تفهمك، معايشتك مع هالعائلة بتخليك أنت أنه تصير أو ما تصير من ضمن هذه العائلة بالذات. من يقرر سياسة النهار؟ سياسة النهار قررها جبران تويني الجد بوسيطه يلي اليوم إذا بتقراها بتشوف أنه تطبق تماما على الواقع. تغيرت بعض الامور اذا بدك بالاوضاع، بس نحن لا ما غيرنا سياسه النهار. سياسه النهار نهار جريده لبنانيه تؤمن بلبنان واحد وبالتعايش. عظيم. النهار مع العرب ضد الاجانب ضد الغرب يمكن، بس النهار سياده العرب بيكون ضد لبنان، النهار مع لبنان ضد العرب. طيب هل بعد النهار محافظ على نفوذه وعلى قدرته على التغيير برايك اليوم؟ النهار مثل كل وسيله اعلاميه بزمن الديمقراطيات الدور أساسي ومهم جدا. بزمن التعتير مثل ما نحن اليوم فيه يلي فيه ديمقراطية صورية ماكي، أكيد وسائل إعلامية تتباطح. هلأ شو بتعمل وسائل إعلامية؟ بتخلي شعبك واعي للمأساة اللي عم بيعيشها، بس شعبك تيقدر هو انطلاءا من هذه المعلومة عم تعطيها شوف كيف يمارس ديمقراطيته. شو عمل دولتك اليوم؟ قاطعة الأداة اللي بتسمح لك أنت أثر كشعب، يعني الانتخابات، المظاهرات، إبداء وجهة النظر، الرأي، هذا صيدي كلها. عظيم. بتمنى هو يمرقوا وما ما 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 يطيروا بالحلقة إن شاء الله. بقى إيه وهون الصحافة المكتوبة أقوى وممكن وبتسمح نفسها أكثر من صحافة، وبقول لك إياها بكل صراحة المرئية، من إنه تمارس ديمقراطيتها لأنه لها جذور ولأنه ارتباطاتها مع القارئ هي الارتباطات الأساسية. بينما التلفزيونات لسوء الحظ لأنه كانت خلال الحرب مسمات بغير شرعية ماكي، صارت النهار تشرع حالة بضد هذه الدولة يلي دولة بعنوانها الابتزاز والأمور هذه كلها، صارت مضطرة أنه تداري شأن الدولة اللي أعطتها رخصة. دون أن ننسى أنه لما حطوا قانون الإعلام العظيم مرئي واسمه هالقد يعلوا سقف رأس المال، صرت مضطر تجيب أنت ممولين، صرت انت ايضا كمان نوعا ما احتراما لمن يمولك مضطر انه تراعي له شعوره كمان، ما تقدر تحكي كل شيء اللي بتحكيه. ايه بقى دون ان ننسى انه يعني بعض الاوقات بتصير تشوف نشاط الاخبار شيء قصص بتضحك، انه مثلا اللي مولك
شو صرح وكيف راح وكيف اجى. يعني هيدي مش عنا يمكن, يمكن اكثر بعد شوي من اولبرايت اذا عامل جولتها حاصل شو بدنا بالقصة هيدي. الصحافي كلها محترمة في لبنان, كلها عم تجرب تأدي دورة وتصارع, التلفزيونات عم تصارع ايه, ولما يمنعوا لك برنامجك انت بتموت قهر, واصحاب هذه المحطة بيموتوا قهر ايضا, وبيعتبروا انه هذا تحدي لهم وانه لازم لا يرجعوا يحاولوا هني يمرقوا مش يخضعوا. انا بعرفها هيدي الشغله. نفس الشيء لكل باقي التلفزيونات, نفس الشيء الصحافي. نحن عم نحاول قد ما فينا, في جذور الصحافة المكتوبة اقوى, في علاقة مباشرة بين الصحافة المكتوبة والقارئ بأمور غير البرامج الترفيهية. لذلك في للصحافة المكتوبة وقع يختلف تماما مع القارئ, لأن القارئ من يأخذ جريدة مكتوبة بيأخذها لأمور بيعتبرها بين مزوجين رسمية وسياسية وبتغير المجتمع. طيب. بس نحن ايه عم نناضل مثل كل صحفي بالبلد, وكل الصحفيين اللبنانيين عم يناضلوا, كل واحد من موقعه, كل جرائد لبنان محترمين, لأنه كل جرائد لبنان ساهمت في أن يبقى لبنان حر, لأنه كانت الجرائد هي عنوان الحرية في هذا العالم العربي. جرائد لبنانية بس, جرائد لبنانية بس. واللي خلينا نكون هيك هو تحدي الشعب, شعب فرض علينا هالحرية, لأن الحرية هي بدماء شعبك أنت. جبران تويني رح توقف مع الإعلام, رجع نتابع لقائنا, ننتقل للقسم الثالث والأخير من برنامجنا. أعزائي المشاهدين, القسم الثالث أو الفقرة الثالثة والأخيرة من مرايا مع الأستاذ جبران تويني, نتطرق لها بعد الوقفة الإعلانية, خليكم معنا. الفقرة الثالثة والأخيرة من مرايا مع الأستاذ جبران تويني من تبع هلا. أهلا وسهلا فيك مرة ثالثة. جبران تويني, هل تعتقد أنك صرت أقرب من أمك بعد وفاتها, أم الروابط خفت بعد موتها؟ يمكن تعلمت أعرفها أكثر. يعني في كثير أمور تعرفت عليها بعد وفاتها, كثير أمور تتعلق بنادية تويني تعرفت عليها بعد وفاتها. واكيد قلت لك كل ما تخسر انسان ساعتها بتعرف قيمته اكثر واكثر. هذا لا انا ما كنت اعرف قيمتها, بس بعرف صرت يعني صرت بحبها بغير طريقه. بس مثل ما قلت لك يا كاردو, يعني هل بتحسها معك؟ اكيد, يعني اصلا بايماني وبدينتنا نحن الموت هو فقط جسد, موت الجسد ما بعد موجود, الروح تبقى, بس الروح تبقى وتنتقل, ما في شيء بينزل تحت الأرض ما هيك, وتجلس يعني المسيح. وانت انسان مؤمن جدا. ايه نعم, مؤمن جدا. البعض بيعتبر انه تطرف كمان الايمان, تعرف هيك كليشيهات سخيفة, يعني انه متطرف مسيحي بيعتبره متطرف مسيحي بايماني ما بيستحي فيها. ويمكن لولا هالايمان هيدا ما كنت انا يمكن تحملت متخزني انه بين وفاه اختي ووفاه امي ووفاه خيي وكل اللي عشناه مثل كل اللبنانيين, ويمكن كثير من اللبنانيين لو ما كانوا مؤمنين ما كانوا تحملوا وتحملوه. يمكن كانوا شو عارفين, صاروا يحششوا, صاروا ياخذوا مخدرات, صاروا كانوا انتحروا, كانوا في منهم كثير صار هيك. بعد الايمان اهم قوه, وهي شيء اساسي بيعطيك القوه الاساسيه تواجه فيها المصاعب الحياه. كل انسان عنده صليب بيحمله بيمشي فيه. طيب يسوع المسيح من صليب, طيب هلا الانسان صغير 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 منه على مستوى يحمل صليب اصغر واصغر واصغر ويتحدى هيك ويكون على مستوى اذا بدك هذا التحدي المهم كثير, هيدي قوه الايمان. بقى نادى تويني من خلال اذا بدك وفاتها كمان وموتها كمان علمتنا شيء جديد, يعني كمان تعلمت من خلال موتها على كثير امور جديد بتتعلق بالحياة بنظرتي للحياة وبتتعلق بنادية تويني بالذات. يعني ايه اليوم بكتشفها اكثر واكثر نادية تويني, مثل ما قلت لك اكتشفت يمكن نايلة اختي الله يرحمها بعد كمان ما توفيت نفس الشيء. خيك مكرم انخطف بسرعة. نعم. وما نحكى كثير عنه, شو بتحب تخبرنا عنه؟ شو بدي خبرك؟ خيي خي اللي الواحد بيبقى حاطط أميله فيه, إنه بالحرب تعرف مكرم ترك راح تعلم برا بقى مع الوالدة وبقى بعدين تعلم برا, وفقنا على شيء إنه طيب في حرب بلبنان على اللي واحد قاعد برا, إذا اللي قاعد هون بلبنان راح مثل ما كتير لبنانيين راحوا, في والله في شيء اسمه صمام أمان بالخارج للعائلة. هل كنتوا قراب من بعض؟ وبس تقول لك تشوف الصدف وتشوف إنه كل شيء بنهاية بالحياة, يعني الله بيريد. اللي قاعد برا راح بأكسيدان سخيف بسيارة بفرنسا, واللي بقي هون وكان بالحساب ما تأخذني ممكن انه يروح بقي. طيب كمان مكرم عمرك. كمان عمار بيد الله. كمان مكرم بقدر انه ما قدرت انا بسبب الحرب ومهنتي ولانه كان مرات لبنان ما قدرت انا
رفقته كخي، وما قدرت انا يمكن كمان حضنته واهتميت فيه كخي، ما كان كخي صغير. وكثير من الاوقات خصوصا يمكن شوف الصدف كيف، يعني قبل ما يموت بشهرين كنت بفرنسا، رحت وقت تشوفه وقلت له تعا ترجع بيروت تعيد هلا، وكان صارت الانتفاضه، قلت له وضع مناطقنا منيح وفيك ترجع وما في مشكله. وهذا قال لي اخي انت جاي بتكون تموت وتحت، موت تحت، انا لا بتعلم. وبكل صراحه يعني ذكر قال لي انا بتعلم وخلص، كان عم يعمل ايكونومي، وانت بدك تعمل جورنالجي وصحافي وسياسي، وهذه الجريده بدها تموين، بعمل ايكونومي بقى بمول لك جريدتك. الناس اللي عرفوه عن كسب كانوا يقولوا عنه انه انسان مميز جدا، ايش فيك تخبرنا عنه؟ ما في يحكي، شو بدي احكي عن خيي كارلو؟ كل شيء بعرف عن خيي انه يعني وانا كتبت هيك بقول يعني انه بني كنت ناطر ترجع ذات يوم على لبنان ويتصالح مع لبنان، ما كان تخانق مع لبنان لما ماتت امي، صدم من لبنان، ما كان كثير يحب ماما وعايش معها كثير، بعتبر انه لبنان خطف له امي والحرب كان يرفضها وما قادر كان يفهم شو عم يحصل، شفت كيف؟ بقى كنت على قليل متمنى انه صالحه مع لبنان قبل ما يصير اللي صار. واذا حتى مات ما تصالح مع لبنان، يعني مصالحته مع لبنان كانت عودته محمول حتى يندفن بلبنان، يعني هون بارض لبنان. هذا الشيء الوحيد اللي بقول لك اياه. بس مميز، ايه مميز. يمكن كان مكرم ناجح اكثر مني بكثير بعده ميادين هيك اللي انا ما بفهم فيها، يمكن بزنس، وكان اكيد لمع مكرم. طيب جبران، باي مرحله بتعتبر انك نضجت؟ شو نضجت ريكاردو؟ النضوج شغله كمان، في ناس بيسعوا لعمر متقدم بينجو. هل النضوج، لكن مع المراحل اللي قاعد فيها ومع الكوارث اللي حلت عليك، طبعا مش نضوج، بتعطيك نوع من الفلسفه تجاه الحياه وبتعلمك انه الانسان غير ناضج ما في فلسفه الحياه. لا ليك في كثير بتفلسفوا لما يكونوا ناضجين. لا بيفلسفوا، بس بيفلسفوا. لا ليك بدك كل انسان بيصير يفهم الحياه على طريقته. كل انسان بيصير بيشوف الحياه بوجهه نظر مختلفه. كيف بتشوف الحياه؟ أخذت قوة أنا من موتهم، يعني وفاتهم عطاني قوة أساسية. وفي لك كلمة بدي أخذ قوة، بحاورهم أو بتذكرهم، لأنه بقدر أنه هذا أكبر تحدي للموت، أكبر تحدي للموت وللخوف، أنه تقدر أنت تحاور من خطفه الموت. فهمت كيف؟ هيدي أهم شغلة. ما فيك أنت تواجه مخاطر بالحياة، وما فيك أنت تكون صريح وتكون اللي أنت، إذا أنت ما تخطيت العقدة هذه، عقدة الخوف من الموت، بتخطاها مش بالانتحار او انه واحد يروح، لا بتخطاها بانه تعرف انه الموت منه شيء. الموت منه شيء، شفت كيف؟ وانه الموت هو موت جسد، بينما الروح لو قتلوك مليون مره بضلك فيك تحاور الروح. وهذه اهم شغله اللي انا بعتبر انه قدرت، بدون ندخل كثير بالفلسفه، قدرت انا تعلمتها من هالشيء، هذه من التجارب هذه. هل انت والحزن اصحاب؟ ايه اصحاب، ايه انا والحزن اصحاب، وبيتنا على طول كان هو الحزن اصحاب، وبعتبر انه يعني غسان تويني اللي تحمله بده يكون عملاق بصراحه، لك يعني ظهره بيحمل، حملنا كلنا وحامل كل شيء وتحمل، وهو الحزن كمان اصحاب، ونحن والحزن اصحاب. وكثير ناس بيسالونا انت اخي كيف هالجو اللي بتعيشوا فيه، انه على طول انه ذكرى هون وذكرى هون وصور هون وصور، بقول له ايه ليش لا؟ يمكن عندي ساء اكثر بكثير انا من الناس اللي بحبهم اللي راحوا، من بعض الناس اللي بيدعوا الصحبه واللي باقيين، شوف كيف؟ يعني كثير ليال على كل حال، واللي ليال كثير بتعرف مثل البورصه بتصير، خليها بالمقدمه مثل البورصه بتصير. بس الحزن منه، الحزن منه شيء كثير بشع كمان، شفت كيف؟ متعود عليه. واهم الحزن هو الذكريات. ذكريات هي اهم شغله، الانسان ما ينسى، الانسان يضل يتذكر. الانسان اللي بينسى هو انسان بينكر اصله، واللي بينكر اصله بينكر مستقبله، خصوصا بينكر تاريخه. ولذلك ما بدك تنسى الحياه، مش تتنتقم، وهنا انا طبقها حتى بالحرب، وبتمنى انا الجيل الجديد انه ما يرتكب الغلطه ويقول بدنا نطوي صفحه الحرب، يعني ننساها وكانه ما صارت، لبل ناخذها بس من وجهتها السلبيه. لا ما بدك تنسى، انت بكل شيء ما بتنسى بحياتك، تقدر تقارن وتتطور ماك وتستفيد من تجارب الماضي. نفس الشيء للحرب، وهيك كنت حابب لك اياها، انه بتمنى الشباب اللبناني ما ينسى الحرب، لانه اذا الشباب اللبناني اليوم مبسوط، إذا قادرين يكونوا مبسوطين، إذا عايشين، شفت كيف؟ هو لأنه صار في حرب، ولأنه في ناس ماتت لحتى هن يعيشوا، شفت كيف؟ لازم يعرفوا شيء نحن ما عرفناه.
انه هاي الاوطان مع فرق انه ايام نحن اهلنا ما ندفع ثمن لاستقلال لبنان، بس ايام هن نحن دفعنا ثمن لاستقلال لبنان. نحن جيلنا كله حط عمره ماكي ثمن لبقاء لبنان، ولذلك نحن ما نكون مضطرفين ويعتبرونا مجانين وما يفهموا شو عم نعمل، ليه عم نجن، عم نجن تنتمسك بشيء نحن دفعنا حقه 200 ألف شهيد. أنا برأيي إنه الواحد لازم ينسى الحرب، بس ما ينسى الدروس اللي بيخدها من الحرب. بيضلوا يتذكر هذه الحرب. بتشوف كل الدول المهمة كتير يا ريكاردو بتاريخها وبحضارتها كلها عندها متاحف الحرب، إن كانت أهلية أو غير أهلية، ما بتستحي بحروبها، ما حدا بيستحي بمرضه. ضربك المرض تتحمله، بتعيشه، بتتخطاه، وبتقول لأولادك أنا كان ضربني هذا المرض شوفوا كيف كان تما حتى يضربكم. ما بتقولوا ما كان مضروب بالمرض. ما في شيء عيب بالحياة من هالنوع. هيدا هاي حرب تحملنا نحن وزرة، وأنا بعد الحرب هيدي يمكن أنبل شغلة عشناها بلبنان. دفعنا تمن الأرض دم، تعشان تمن الأرض دم. هاي الأرض كانت ما تأخذني كازينو كبير ومعطاها استقلالها، وكل واحد بيجي بيقول لك لا مش مستقله، واحد يقول لك هيدي مش موجوده، واحد بيقول لك هيدي ما لازم تكون اصلا مستقله، هيدي تابعه على دوله ثانيه. هاي الارض اليوم ما حدا بقى في لعب تاريخها. جبران الوقت عم يداهمنا ووقف عنا كثير من دقائق الباقي معنا، بعد في عندي كم سؤال رح اطرحهم عليك، رح اطلب منك بالمقابل جاوب اذا في مجال بجمله مش نعم او لا. لا مش نعم او لا، هديك مش معي انا. جبران، الصوره اللي بتعطيها انت ووالدك هي صوره اصدقاء او صديقين، هل فعلا انتم اصحاب؟ في احترام اكثر من في صداقه، في 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 خشوع واحترام اكثر من في صداقه. بمعنى الصداقه لا، صداقه مع صداقه ما بقيم انا بالصداقه هيك بالاهل، لا في خشوع، في احترام، في علاقه. كيف توصف علاقتك ببنيتك نايلة وميشيل؟ يمكن اهم شيء عندي بحياتي. كيف توصف علاقتك بزوجتك وام بنيتك؟ يعني حضاريه. حضاريه نعم، واحترام. طيب ما في شك ان جبران تويني شخص بحب النجوميه والشهرة والتصفيق، حتى لو إذا قلت لا. السؤال هون مش هل بتحس حالك بتمون بآخر النهار وتركل بيفلو والعاشق بتخف أنك وحدك؟ لا، بحس حالي يمكن أكثر لحظة، أكثر لحظة حقيقة هي لحظة بكون أنا ونفسي وحدي قاعد مرتاح. أنا بوصل هون لسؤالي الأخير. كتير ناس عم بيشوفونا إيلو عم بيحبوا يعرفوا وين جبران تويني من الحب. حب؟ هل حبيت بحياتك؟ بعد من انه اكيد حبيت حياتي. كم مره الانسان بيحب؟ ما فيك تعرف كم مره. كم مره حبيت؟ مش كمبيوتر مبرمج، كم مره حبيت؟ مش تيب ريكورد 60 دقيقه او 120 دقيقه او 100 دقيقه. اوكي، ما في لك كم مره حبيت وحبيت شو حبيت كيف حبيت مين. فيك تحب انا سالت مين حبيت، فيك تحب بلدك كمان هيك. طيب بس بعد لا، الحب كل شيء. انا عم بحكي عن حب المرأة، سؤالي عن حب المرأة. الحب كل شيء ريكاردو، ما فيك تفصل شيء عن شيء. السؤال عم بطرحه عليك حب المرأة، لكن توضح سؤالك. كم بس الحب اهم شيء بالحياة. كم مرة حبيت بحياتك؟ الحب اهم شيء بالحياة ريكاردو، لانه الحب هو اللي بيعطيك ماكي القوة. القوة وبحب اقول لك يمكن مشتاق اقول شو كتبنا من جمعتين، بس انه حتى تشيغيفارا قال انه حتى اذا الشغلة بتبدي سخيفة لعند البعض، بس أساس 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 حركة وقوة الثورة هو الإحساس بالحب. ما تأخذني الحيوان مع سلبية هذا التعبير ماكي، وفي مكان ما عنده شعور وعنده حب. مش عايب الإنسان يحب ماكي، مش عايب الإنسان يحب. والحب شغلة حلوة وشغلة مهمة وشغلي انت بتعيشها وبتمارسها كل لحظه بحياتك، ان كان مع مرة او ان كان مع اي شيء اخر انت عندك مشاعر وشعور تجاهه. هل انت عاشق اليوم؟ انا عاشق اليوم؟ لا، انا عاشق اليوم حريه كاردو. هي اهم مرة بالعالم الحريه. جبران هي ام الدنيا كلها هيدي. جبران شو رايك بالزواج؟ زواج مؤسسه كتير صعبه، وبعد انه بدها يعني حتى الواحد ينجح بزواجه ونجاح، ونجاح يعني انا بعتبر بالماكسيموم، مش انه نجاح انه والله واحد هيك ترتيب وضع بيت انه اثنين قاعدين متفقين يقعدوا هيك لو ما بعرف. لا، النجاح بده كتير 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 بالزواج. المرأة اساس 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 بالنجاح. الاولاد نعم، الاولاد 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 اولاد شو بدي اقول لك، الاولاد هو انت نفسك. السلطة ذاتك. السلطة مش كتير حلوة. السلطة، المال 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 سلاح ذو حدين. الحرية. حرية كل شيء. الإعلام. إعلام أساسي. الدين. الدين لك. المبادئ. مبادئ
مبادئ هي أنت ذاتك. الالتزام. إذا ما عندك مبادئ منك شيء. الالتزام. الالتزام هو وقفة عز ووقفة هيك وقفة عز وصرخ الضمير. جبران تويني، أنا بشكر حضورك معنا، بشكر مشاركتك لنا ببرنامج مرايا المرة الثانية. هالمرة كانت الحلقة عن شخصك، بتأمل نكون أجبنا على تساؤلات المشاهدين يلي هن كتار طبعا، وبتأمل نلتقي قريبا، لأنه القعدة معك وجلسة معك دايما فيها متعة وفيها لذة. بتحب تضيف شيء؟ بس بتشكرك، وبتمنى أنه يعني ما نكون طولنا على الناس، والحلقة تمرق مثل ما هي، وإذا ما مرقت مثل ما هي أفضل ما تمرق. نحن نقول إن شاء الله، ما بودك بشيء بس إن شاء الله. شكرا، نلتقي قريبا. أصدقائي المشاهدين، أنا بشكر حضوركم معنا، بشكر متابعتكم لبرنامج مرايا، شكر لفريق العمل اللي ساهم معنا بتنفيذ هذه الحلقة. بتمنى لكم نهاية سهرة موفقة ممتعة وحلوة. من جبران تويني ومني، تصبحوا على خير.